في سورة آل عمران في قضية القرآن الكريم اتكلم عنها من معجزات عيسى بن مريم عليه السلام، إنه هو يجيب طين ويعمله كهيئة الطير وينفخ فيه فيبقى طير بإذن الله. وأيضا في سورة المائدة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. الصياغة مختلفة عن آل عمران، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هنا في الأولانية في آل عمران فأنفخ فيه فيكون طيرا من غير بإذن الله. في الثانية فيه تخلق من الطين بإذني وتنفخ فيها وتكون طيرا بإذني، يعني كررت هنا مرتين. هنا جت في آخر بس الآية بإذن الله في الآخر. معلش إيه الفرق بين الحاجات دي كلها؟ شوف أخي علاء، الآية التي في آل عمران تصور هذه المسائل من المنظار الذي ينظر منه عيسى عليه السلام وبنو إسرائيل، بينما الآية التي في المائدة تصور هذه المسائل من منظار علم الله تعالى. والقضية طبعا مختلفة كثيرا ما بين المنظارين. اشرح لي. أولا سأعطيك النتيجة، يعني تدبر هاتين الآيتين، لو أخذنا تقاطع هاتين الآيتين لرأينا النتيجة التالية. سأتكلم النتيجة ثم نعود فنقرأ تلك الآيتين كلمة كلمة. عيسى عليه السلام عندما كان يقوم بإحياء الموتى ماذا يساوي؟ أول قضية، يأتي بالطين فيجعل منه تمثالا كالتمثال الذي نراه في الشارع، يعني كثير من البشر يستطيعون القيام بذلك. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، يتحول هذا الطين إلى هيئة حية، يعني يصبح من اللحم والعظام ولكنه لا يطير. المرحلة الثالثة، تتحول هذه الهيئة الحية إلى طير يطير. يعني قبل أن ندخل في قراءة هاتين الآيتين لنتصور هذا الأمر، وسنرى كيف أن النص القرآني أو كيف أن الآيتين تعطيان هذه الحقيقة مجتمعتين. إذن قلنا هناك عملية تمثال من طين، ثانيا هذا التمثال يتحول إلى هيئة حية، هذه الهيئة الحية تتحول إلى طير يطير. لنقرأ الآيتين كلمة كلمة. في آل عمران يقول تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل. لاحظ قلنا من المنظار الذي ينظر منه بنو إسرائيل وعيسى عليه السلام، أنه أنا بعت لكم عيسى عليه السلام رسول ليكم لبني إسرائيل، وبيحكي عيسى عليه السلام أني قد جئتكم بآية من ربكم، إن جايبه معجزة هي. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. شوف ما قالش بإذن الله. لماذا؟ لأنه هذه هي المرحلة الأولى كما قلنا، اللي فيها تشكيل، تشكيل كالذي نراه في السوق، زي أي واحد مثال محترف يقدر يجيب الفخار الطين ويعمل تمثال حمامة أو يمامة. بدي شوف عظمة النص القرآني، يعني من منظار الظاهر دي ما فيهاش معجزة، يعني فيهاش معجزة. لم يذكر بإذن الله أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه، يعني في الطين فيكون طيرا بإذن الله. هنا انتقل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة. لماذا؟ لأنه من المنظار الظاهري الذي يرى منه بنو إسرائيل هذه القصة لا يرون المرحلة الوسطى التي سنراها بعد قليل في الآية الثانية في سورة المائدة. شوف عظمة النص القرآني كم هي عظيمة. هم مش شايفين النتيجة، هم رأوا طينا تحول إلى طير، المرحلة الوسطى لم يروا شيئا منها. نحن قلنا طين تحول إلى تشكيل، هذا الطين تحول إلى هيئة حية، هذه الهيئة الحية تحولت إلى ماذا؟ إلى طير. هم رأوا طينا تحول إلى طير. شوف الهيئة الحية دي ما شافوهاش، سنراها بعد قليل في الآية الأخرى. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، يعني في الطين، فيكون طيرا بإذن الله. طبعا هنا وضع بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. قال ماذا هنا؟ وأحيي الموتى. هم رأوا ميتا عادت له الحياة. سنرى بعد قليل أنه في المائدة العملية إخراج الموتى وليست إحياء للموتى. يعني بنو إسرائيل كانوا يشاهدون ميتا تعود له الحياة، قال وأحيي الموتى بإذن الله. طبعا نهاية الآية تؤكد وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
إذا لاحظ الآية الأولى تلقي الضوء على هذه القضية من المنظار الذي ينظر منه بنو إسرائيل. إذن هم رأوا طينا تحول إلى طير. يعني في هذه الآية نرى المرحلة الأولى والمرحلة الثالثة. تعال نقرأ الآية الأخرى في المائدة. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. تكلمنا نحن سابقا أن الكتاب والحكمة تعني النص القرآني الذي سيحكم به في نزوله الثاني. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. لاحظ هنا بدأ من المرحلة الثانية. تخلق من الطين كهيئة الطير وضع بإذني فتنفخ فيها في الهيئة فتكون يعني هذه الهيئة طيرا بإذني. إذن من منظار علم الله تعالى وضحت معنا المرحلة الثانية التي يتحول الهيئة إلى طير وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. هناك إحياء الموتى. هنا ماذا؟ هنا إخراج. لماذا إخراج؟ لأنه من منظار علم الله تعالى كاشف هذا الميت نفسه موجودة في عالم البرزخ أخرجها الله تعالى من عالمها وأتى بها إلى هذا العالم. بينما في الآية الأولى اللي بيشوفوا لمن بني إسرائيل بيهيئ بالضبط. لهم إن هذا الميت استيقظ مرة أخرى. بالضبط في الآية الأولى قلنا الآية الأولى تصور هذه المسائل من المنظار الذي يرى منه بنو إسرائيل هذه القضية. هم رأوا ميتا عادت له الحياة أدت إحياء الموتى. هنا من منظار علم الله تعالى الكاشف يعني الذي يقف على حقيقة الأمور القضية هي عملية إخراج للنفس من عالمها في عالم البرزخ وإتيان بها إلى هذا العالم. لذلك قال وأتخرج الموتى بإذني. طبعا تكملت الآية تؤكد أن القضية تصور هذه المسائل من منظار علم الله تعالى.